هقوله لكم تاني، لكن خلينا ناخد الكابتن معتمد جمال. كابتن معتمد معلش التليفون قطع. يا كابتن كريم، جبت القايمه منين يا كيمو؟ جات لي حالا اهو دلوقتي، فريق الاعداد جابها لي حالا، مش عارف جابوها منين ولاد اللذينة. انت مش بعتوها خلاص يا كابتن معتمد؟ فاضل واحد بس. تمام، ناقص واحد. دول كام يعني؟ دول 20؟ لا دول 21 بس على السيستم، يعني فاضل حاجه بتكلم على السيستم يعني. دول 21 لعيب يعني معانا. تمام، فبنقول لك يا رب نتمنى لك التوفيق. والازمه اللي عدت دي اعتقد ان هي خدت من تفكيرك برضو شويه اليومين دول. لا طبعا كان مشاكل كبيره جدا يا كابتن كريم. لعيبه انديه هنا واللعيبه محترفه بره وما في قله الماتشات، فكل دي مشاكل كبيره جدا. لكن الحمد لله يعني انا بشكر كل الناس اللي في منتخب الشباب، بدايه مجلس اداره الاتحاد كابتن احمد مجاهد، كابتن مجد عبد الغني، باشمهندس انا بريده، كل مجلس اداره عشان ما انساش حد، دكتور محمود سعد، كل الناس يعني، كابتن ضياء السيد من بره الاتحاد ساعدني عشان يجيب محمد طاهر، بشكره جدا، السيد المستشار مرتضى منصور، مهندس محمود طاهر، مستر ماجد تاني، كل الانديه الداخليه، البتروجيت، الاسماعيلي، طنطا، كل الناس مش عايز انسى كل الانديه اللي ساعدتنا عشان نقدر. انا مستخسر جدا ان الجيل ده كان يوصل او ينتهي في لحد بطوله افريقيا. انا الجيل ده ان شاء الله توصل لاخر نقطه في 2020 في اولمبياد اليابان ان شاء الله. لان هنا انا كلمت الاولاد من اول يوم اتجمعنا فيه، اللي انتوا مش ناقصكم حاجه يعني. نفس الكلام اللي كنت بقوله لشيكابالا وحسام عاشور سنه 2003 في المنتخب اللي لعبوا كاس العالم برضه في هولندا، كان بيلعب قدامهم ميسي وجويرو مثلا في الفرقه الارجنتيني اللي خد البطوله. ايوه، فانت مش ناقصك حاجه ان انت تبقى لعيب دولي، ومش ناقصك حاجه ان انت تبقى زي محمد صلاح والنني في انديه من اكبر انديه العالم. فلازم البدرينه تبقى من منتخب مصر او النقطه اللي انت تنطلق منها، مع الاحترام الكبير لكل الانديه. أيوة، لازم. لكن لو هتطلع يبقى هتطلع من منتخب مصر. فاحنا شغالين على الاساس ده من بدري، وكل اللعيبه كانت راسم طريقه من هنا. فما كان كنت مستخسر جدا ان احنا نتفرق وما نروحش كاملين، لكن الحمد لله عدت على خير، وان شاء الله نعمل اقصى حاجه لينا ونعمل احسن حاجه عندنا ونعمل حاجه كويسه تشرف مصر وتشرف الانديه اللي ساعدتنا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني البرنامج بتاعك ايه؟ انت ناقص لك 9 ايام على بدايه البطوله يا كابتن معتمد. يعني الحمد لله يمكن قدرنا نلحق اخر مباراه، لان احنا كانت المشكله عندنا ان احنا ما كناش عملنا اتفاقات، لان ما كان البرنامج بتاعنا ما كان متلخبط شويه بالنسبه للعيبه هتيجي او مش هتيجي. فعندنا مباراه يوم 20 مع كينيا ان شاء الله، وبعد كده ناخد يوم راحه الثلاث، وبعد كده نمشي نتوكل على الله على جنب يوم الاربعاء ان شاء الله بالليل. اللي هو 22 اللي هو 22 ان شاء الله. 22 نوصل 23 بالليل ان شاء الله جميل. ان شاء الله. كابتن معتمد، هل درست الفرق اللي هنلاعبها، المنتخبات اللي هنلاعبها، غينيا وزامبيا ومالي، شفتهم ولا لسه ما جالكش شرايط ليهم؟ لا يعني شفت المجموعه، وشفت الفرق للمجموعه الثانيه كمان يعني. احنا بقالنا اكتر من بعد ما عدينا انجولا الحمد لله، واحنا بنبص على الفرق يعني ما خدناش عليك فرق كبيره. مالي فرق كبيره جدا، زامبيا طبعا فريق الامل بتاعهم بيعدوه بقالهم اكتر من 4 سنين، حتى غينيا فرقه بأجسام قوه بدنيه عاليه جدا، سرعه كوره مش بعيده، لا موجوده، فماتشات صعبه جدا. لكن احنا ولادنا على يعني على مستوى كبير جدا من الناحيه المهاريه، اللي احنا ان شاء الله نتفاز بيها، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. احنا مقسمين الموضوع على خطوات، احنا بنتفائل ان احنا لازم من اول المشوار لازم يبقى ضمن مع 7 فرق غيرنا ان احنا نكون بقى موجودين في زمبيا، وده حصل الحمد لله، ربنا اكرمنا وعدينا الجول على خير. فالهدف او اقرب خطوه لينا ان احنا ان شاء الله نبقى ضمن 4 فرق يوصلوا لكوريا ان شاء الله، وبعد ما ربنا يكرمنا بالخطوه دي بقى نبص على البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، هو كاس العالم في كوريا هيكون في شهر كام؟ 26/5 ان شاء الله كده. ده قريب يعني، بعد البطوله على طول. شهرين على طول. ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، وهنعدي الدور الاول ونوصل الدور قبل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كان سمعت كده ان كان في اجتماع تنسيقي ما بين حضرتك والكابتن هاني رمزي، ان اللعيبه المميزه اللي عندك بعد ما ترجع ان شاء الله وتوصل كاس عالم وتخلص كاس عالم، ان كابتن هاني رمزي ممكن يضم بعض اللاعبين من منتخب الشباب.
هو اوريدي لما انا كنت بساعد هاني كابتن هاني في الفتره اللي فاتت كان هو اوريدي كان مختار ناصر ماهر وده كان عندنا، وانا قلت له في اكثر من 7 8 لعيبه ان شاء الله تبص عليهم ويكونوا حاجه كويسه، يكونوا اضافه للمنتخب المحلي. فطبعا انا يعني بعيد عن الكابتن هاني اللي هو مدير فني المنتخب المحلي، انا كنت شغال مع كابتن هاني وانا كنت بتشرف لان كنت شغال مع كابتن هاني من احسن المدربين الموجودين في مصر، فان شاء الله يكون في تعاون ويكون في توافق دايم بيني وبين الكابتن هاني، واي حد اي حد انا بشتغل معاه بكون له كل احترام. اكيد اكيد نتمنى لك التوفيق يا كابتن معتمد. عايزين نصوركم كده يعني قبل ما تسافروا ونطمن الجماهير كده، نجي لكم يوم المعسكر ونصور منتخب مصر الشباب قبل السفر ان شاء الله الى زامبيا. ان شاء الله ان شاء الله واحنا مسافرين، وان شاء الله ان شاء الله يا رب واحنا راجعين نكون في استقبال ان شاء الله. لا انا عايز قبل ما تسافروا نعمل تقرير معاكم كده قبل السفر. انا بقول لحضرتك قبل ما نسافر وان شاء الله واحنا راجعين ان شاء الله باذن الله، يعني فاتحين يوم للاعلام كده قبل السفر. طبعا يا كابتن اكيد طبعا اكيد طبعا. خلاص هننسق مع حضرتك كابتن عادل محفوظ ان شاء الله، ويعني سلامي لكل اللعيبه كده ودعواتنا ليكم ان شاء الله في بطوله افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يخليك. الله يخليك. بشكرك كابتن معتمد جمال مدير الفني لمنتخب مصر للشباب. هقول لكم تاني قائمه اللاعبين اللي تم اختيارهم لمنتخب مصر للشباب، هقول لكم باسماء الانديه. يعني حراسه المرمى 3 محمد عصام الغندور من الاهلي. طيب محمد عصام الغندور من الاهلي، عمر رضوان الشرقيه هو حارس الاهلي ومعار لنادي الشرقيه، مصطفى محمود طلاع الجيش، اسامه جلال مدافع بتروجيت، مصطفى فرماوي ده اهلي ورايح اعاره طنطا، محمود مرعي مدافع وادي دجله، محمد عبد السلام بتروجيت، احمد ابو الفتوح الزمالك، عمرو السعداوي سالم طنطا وهو برضو من الاهلي ورايح اعاره لطنطا، احمد هاني حسين الاسماعيلي، احمد حمدي الاهلي، احمد رمضان اللي هو احمد رمضان بيكم الاهلي، اكرم توفيق الاهلي، ناصر ماهر برضو اهلي ورايح اعاره لبتروجيت، كريم وليد اللي هو كريم نيدفيت اهلي، احمد مصطفى بتروجيت، طاهر محمد طاهر نادي لوهافر الفرنسي، خليل حجي بيلعب في نادي زيورخ السويسري، محمود سامي الداخليه، عمر مرموش وادي دجله، مصطفى محمد الداخليه. ومصطفى محمد برضو خلي بالكو لاعب نادي الزمالك ومعار الى نادي الداخليه. جيل مميز ان شاء الله يعني حققوا امنياتنا كمصريين ويعملوا جيل مميز جدا لكرة القدم المصرية. في لعيبة على فكرة في المنتخب مواليد 98 و99، يعني عمر مرموش لاعب وادي دجلة اعتقد 99، محمود مرعي لاعب وادي دجلة 98. فان شاء الله بالتوفيق لكابتن معتمد جمال كده، خلاص خد لعيبته ان شاء الله خلال 9 ايام هيستعدوا بشكل كويس ويسافروا الى زامبيا، هيلعبوا مباراة ودية مع كينيا هنا في مصر، وبعدين يسافروا يوم 20 وبعدين يسافروا يوم 22 الى زامبيا باذن الله. ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا مع كورة كل يوم.